السلام عليكم، معكم علي. أهلا وسهلا بكم بدرس جديد. إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. نتكلم في هذا الفيديو عن Present Perfect Continuous، إذن زمن المضارع التام المستمر، أو نسميه Present Perfect Progressive، إذن ممكن Continuous or Progressive، إذن الزمن التام المستمر. كما قلنا دائما وأبدا، أي زمن من أسمع كلمة زمن باشرة يجب أن أعرف عنه 7 أشياء بالترتيب: form يقصد به شكل الفعل، use الاستخدام متى استخدم هذا الزمن، general rules قواعد عامة تخص كل زمن، question how to make a question كيف أشكل سؤال، short answer كيف أجاوب على السؤال إجابة قصيرة، نيجاتيف كيف أنفي الجملة يعني أنفي الحدث، آخر شيء لازم أعرف adverbs الظروف أو الأدلة التي تأتي مع كل زمن. إذن هذه الخطوات بتساعدني على التمييز بين الأزمنة، بالتالي أستطيع أن التعامل معها بشكل سلس وأكثر سهولة. نبدأ مع الفورم. فورم أقصد به شكل الفعل. الأزمنة في اللغة الإنجليزية يختلف فيما بينها بشكل الفعل. إذا نعرف إحنا الجملة الإنجليزية subject، بيكون عندنا complement تكملة الجملة، بيكون الاختلاف هو بالverb بشكل الفعل. بال present perfect continuous المضارع التام المستمر بيكون الفعل مكون من 4 أجزاء: الجزء الأول have has، الجزء الثاني been، verb يعني بتصرف الأول مضاف له ing. إذا بهالشكل هذا أحفظ الشكل have has been verb 1 ing. ممكن شخص بيسأل إنه كيف مضارع تام مستمر من ناحية الشكل. إحنا نعرف المضارع التام بيكون have has وعندنا الverb 3، إذا هذا مضارع تام. المستمر بيكون عندنا am is are verb مضاف لشو ing، هذا مضارع مستمر. حطينا مع بعض او دمجنا مع بعض مضارع تام مستمر. المضارع التام بيكون have و has verb 3. لاحظ have و has verb 3 لان نعرف افعال الكون بيكون بالحاضر am is are، بالماضي was were، verb 3 بيكون عندنا been. اذا been هي verb 3. اذا لاحظ الجزء الاول هذا بيكون مضارع تام، مضارع تام. لكي نفهم كيف انه مضارع تام مستمر ولازم احنا نحفظ البصم لكن لسهولة الحفظ والفهم. إذن have has been هذا مضارع تام. المستمر بيكون عندنا كيف المستمر؟ كما قلنا am is are راح يكون been، إذن بتصريف الثالث، وعندنا الverb الفعل لاحظ مضاف له ing. إذن الجزء الأول مضارع تام من عند been يكون مستمر. إذن مضارع تام مستمر لكي نحفظ الشكل أو نفهمه بكل سهولة. إذا مضارع تام والجزء الأخير مستمر. ممكن شخص لا ما أدري التفاصيل والشرح المفصل هذا، خلاص يحفظ have has been مع كل الضمائر مع كل الأسماء مفرد جمع، بين ما تغير verb 1 الفعل يتغير على حسب الفعل، و ing ايضا ثابته. اذا التغيير عندنا have و has على حسب الفاعل اللي قبلها، الفعل يتغير على حسب الفعل اللي تكلم فيه، been ثابته، ing ثابته. لاحظ we have been watching this match for 3 hours، لقد صار لنا نشاهد هذه المباراه لمده 3 ساعات او ل3 ساعات، يعني حدث بدا في الماضي ومستمر للوقت الحاضر وممكن يستمر للوقت
المستقبل القريب أو البعيد على حسب المستقبل أو على حسب الحدث. We have been watching this match for 3 hours. لقد صار لنا نشاهد هذه المباراة لمدة 3 ساعات. كما قلنا سابقا have و has بالمضارع التام ترجمها لقد. إذا ترجمها لقد صار لنا نشاهد هذه المباراة. إذا لقد صار لنا نشاهد. نسأل شخص وين الفعل بالجملة هذه؟ ممكن يقولنا watch الفعل، وهذا خطأ. لو كان watch معناته نرجع على present simple، إذا المضارع البسيط. لكن بالمضارع التام المستمر الفعل مكون من 4 أجزاء. الفعل have been watching، إذا 4 أجزاء. الجزء الأول، الجزء الثاني، الجزء الثالث، و ing الجزء الرابع. إذا هذا كله فعل. لا نقول have لوحدها، ولا بين لوحدها، ولا watch لوحدها. ing أكيد ما راح تكون لوحدها. إذا لازم يكون الفعل have been watching. إذا هذا هو الفعل في هذه الجملة. إذا بالمختصر شكل الفعل بالمضارع التام المستمر have has been verb 1 ing. أول استخدام، إذا ننتقل use الاستخدام repeated or continuous activities which started in the past and haven't finished. يعني أحداث مستمرة أو متكررة التي بدأت في الماضي ولم تنتهي بعد. يعني بالمختصر هذا خطأ زمني. عندنا past الماضي، عندنا now الآن أو present، وعندنا future المستقبل. كيف نستخدم المضارع التام المستمر؟ بالحالة الأولى استخدام الأول حدث وقع أو بدأ في الماضي ما زال مستمر للحاضر، ممكن يستمر للمستقبل أيضا. إذا حدث بدأ في الماضي مستمر إلى الحاضر وممكن أن يستمر للمستقبل. مثال I've been reading since lunch time. لقد طبعا have I've هي اختصار I have been reading since lunch time or lunch time. لقد صار لنا نقرأ منذ وقت الغداء. الفعل كما قلنا 4 أجزاء have been reading. هذا الفعل. We've يعني we have been playing this computer game for 2 hours. يعني لقد صار نترجمها لقد صار لنا نلعب هذه لعبة الحاسوب أو لعبة الحاسوب هذه لمدة ساعتين. إذا اللعب المثال الأول فعل القراءة بدأ في الماضي مستمر في هذه اللحظة وأيضا ممكن يستمر للمستقبل. الحدث الثاني أو الجملة الثانية فعل اللعب بدأ في الماضي مستمر في الوقت الحالي وممكن أن يطول للمستقبل. I've been reading since lunch time. We have or we've been playing this computer game for 2 hours. الاستخدام الثاني past activities which have some consequences in the present. يعني أحداث ماضية التي لها نتائج أو بعض النتائج في الوقت الحالي. يعني حدث وقع في الماضي لكن له نتائج في الوقت الحالي، والحدث ممكن يستمر أيضا للمستقبل. I've been reading all night. يعني لقد صار لي أقرأ طوال الليل. That's why I'm so sleepy now. إذا لذلك أنا نعسان جدا الآن. إذا الحدث بدأ في الماضي و مستمر للوقت الحالي وأيضا في المستقبل، لكن أيضا له نتائج في الوقت الحالي، ممكن فعل القراءة يستمر أيضا. Have you been running؟ هل يعني كنت تجري أو تركض؟ الحدث وقع في الماضي مستمر في الوقت الحالي ممكن أيضا أن يطول في المستقبل. I'm asking because you're out of breath now. أنا أسأل لأنك منقطع النفس.
out of breath يعني منقطع النفس الآن. إذا كما قلنا حدث وقع في الماضي مستمر في الوقت الحالي ممكن أن يدوم للمستقبل لكن له نتائج في الوقت الحالي. إذا هذا الاستخدام الثاني للمضارع المستمر. إذا الشيء الثالث لازم نعرف عن كل زمن general rules قواعد عامة. نعرف كما قلنا have has been verb 1 ing هذا شكل الفعل have أو has. طبعا إذا كان عندنا he she it نستخدم بعدها has I we you they نستخدم بعدها have. أيضا إذا كان مفرد مثلا أحمد has. إذا كان كلمة people جمع ناس يعني نستخدم have بالمفرد has بالجمع have. لاحظ he has been cleaning this car since 9 o'clock لقد صار له ينظف هذه السيارة منذ الساعة 9. إذا نستخدم have و has اعتمادا على الفاعل اللي قبلها أو الضمير اللي قبلها هي نستخدم معها has. They have been eating for more than 1 hour لقد صار لهم يأكلون لأكثر من ساعة. إذا استخدمنا have لماذا؟ لأنه قبلها الضمير they أو الفاعل they. إذا بالمختصر have مع الجمع وhas مع المفرد. يعني إذا كان الفاعل جمع أكثر من شخص نستخدم have، إذا كان مفرد واحد يعني نستخدم has. إذا الجزء الرابع من أي زمن question كيف أشكل سؤال؟ بشكل سهل بالمضارعة المستمر فقط تضع have أو has في بداية الجملة فقط لا غير والباقي الجملة كما هو ونضع علامة استفهام. She has been writing since last week بس نضع has بالأول تصبح has she been writing since last week نضع علامة استفهام. إذا فقط وضعنا has بداية الجملة ونهينا الجملة بعلامة استفهام. Has she been writing since last week؟ يعني هل صار لها تكتب منذ الأسبوع الماضي؟ الجملة الثانية We have been swimming for 3 hours لقد صار لنا نسبح لمدة 3 ساعات. إذا فقط نضع have في بداية الجملة تصبح Have we been swimming for 3 hours ما سوينا شيء فقط وضعنا have بداية الجملة ونهينا الجملة بعلامة استفهام يعني هل صار لنا نسبح لمدة 3 ساعات. إذا تشكيل السؤال بمضارعة المستمر فقط نضع have أو has في بداية الجملة وترجمها هل. Have they been cooking for 1 hour يعني هل صار لهم يطبخون لمدة ساعة. دائما وأبدا كما قلنا مرارا وتكرارا الفعل المساعد الذي أسأل به أجيب به. لماذا سمعنا الفعل المساعد؟ لأنه يساعدنا تشكيل السؤال والنفي. سألني بهاف أجيب بهاف. سألني بهاز أجيب بهاز. أيضا الجملة الثانية سألني بهاز أجيب بهاز فقط لا غير. إذا دائما الفعل المساعد اللي أسأل به أجيب به. الجملة الأولى راح تكون yes no الأنسر نضع بعدها كما full stop. Have they تصبح أرجع مرة ثانية yes they have no they haven't or have not. الجملة هذه يعني ما احتار have they أجيب ب did well. إذا بشكل سريع have أجيب ب have. سألني بهاز أجيب بهاز مع كل الأزمنة. سألني بدو أجاوب دو. سألني بدد أجاوب did. سألني بواز أجاوب بواز. سألني بدوز أجاوب دوز. دائما الفعل المساعد بداية الجملة أجيب به مع كل الأزمنة. هنا سألني بهاز أجيب بهاز نضع yes كما full stop no كما full stop. has she رجع مرة ثانية yes she has no she hasn't. have they been cooking يعني هل صار لهم يطبخون yes they have نعم صار لهم no they haven't لم يصير لهم. has she been نفس الشيء yes she has نعم صار لها تدرس وهكذا. إذا هذه الإجابة قصيرة. لنفي الجملة بالمضارع التام المستمر فقط بعد have وhas. إذا فقط بعد have وhas نضع not. إذا تصبح have not و
or haven't, has not, hasn't. لأنه عندنا not تختصر بدل حرف الأو نضع أبوستروفي تي. يعني الجملة هذه they have been cooking for 1 hour فقط نضع في هذا المكان not تصبح they haven't been cooking. She has been studying فقط نضع بعد has و have not تصبح she hasn't been studying. إذا فقط نضع أثناء النفي بعد have و has not لنفي الفعل في المضارع التام المستمر. آخر شيء adverbs الظروف أو الدلائل التي تأتي مع الزمن المضارع التام المستمر. since معناته منذ for أو لمدة. اللي يحب يرجع فيديو سابق شرحنا since for بالتفصيل. رجع بشكل سريع since إذا كان نقطة زمنية محددة من الماضي نستخدم since. يعني since 2015 since 2016 since 2017. إذا هاي نقطة زمنية محددة. إذا كان من 2015-2020 يعني 5 سنوات نقول for 5 years لخمس سنوات. طيب من 2016-2020 4 سنوات نكتب for 4 years لأربع سنوات. 2017-2020 3 سنوات نكتب for 3 years. إذن since نستخدمها هي بداية الحدث يعني نقطة زمنية محددة، لكن for فترة زمنية. إذن هاي نقطة زمنية لاحظ محددة، لكن for بيكون فترة زمنية. إذن since و for. They have been building this tower since 2015. يعني لقد صار لهم يبنون هذا البرج منذ عام 2015. حدث بدأ في الماضي مستمر في الوقت الحالي وممكن أن يستمر في المستقبل. بهذا الشكل أنهينا درسنا لهذا اليوم. تكلمنا فيه عن المضارع التام المستمر، تحدثنا عن شكل الفعل، الاستخدام، قواعد عامة تخص الزمن هذا، كيف أشكل سؤال إجابة قصيرة، وكيف أنفي الحدث والدلال والظروف التي تأتي مع هذا الزمن. بهذا الشكل انهينا درسنا هذا اليوم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.